بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان يوم الدين. أبنائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن نصل بكم إلى ختام الشرح الميسر لدروس النحو للصف الثامن وكذلك دروس الإملاء، ودرسنا اليوم بعون الله تعالى في الإملاء بعنوان الألف اللينة. الألف اللينة هو الدرس الثاني عشر، كتابة الألف اللينة في آخر الأسماء والأفعال والحروف. في آخر الأسماء والأفعال والحروف نتعرف في هذا الدرس على كيفية كتابة الألف اللينة التي تأتي في آخر الأسماء والأفعال والحروف. نأخذ أولا تعريف الألف اللينة. ما المقصود بالألف اللينة؟ ما المقصود بالألف اللينة؟ الألف اللينة هي الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، هي الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، مثل ألف كتاب وعصى وعاد وإلى وعلى. هذه الألف المكتوبة باللون الأحمر نسميها الألف اللينة. لماذا؟ لأنها ساكنة ومفتوح ما قبلها. في كلمة كتاب جاءت في وسط الكلمة، في كلمة عصى جاءت في آخر الكلمة، في كلمة عادة جاءت في وسط الكلمة، في كلمة إلى جاءت في آخر الكلمة، في كلمة على جاءت في آخر الكلمة. إذن من خلال هذه الأمثلة نعرف أن الألف اللينة تأتي في وسط الكلمة وفي آخر الكلمة، ولا تأتي في بداية الكلمة في أول الكلمة. لماذا؟ لأنها ألف ساكنة، ألف ساكنة، والعرب لا يبدأون بساكن. إذن يستحال أو يستحيل، من المستحيل أن تأتي الألف اللينة في بداية الكلمة. لماذا؟ لأنها ساكنة. الألف اللينة تأتي إما في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة. وكلامنا في هذا الدرس سوف يكون عن ماذا؟ عن الألف في آخر الكلمة. لماذا؟ لأن الألف في وسط الكلمة دائما تكتب ألفا، دائما ممدودة، كتاب، عادة. ولكن في آخر الكلمة أحيانا تكتب ألفا وأحيانا تكتب ياء غير منقوطة، وهي لا تأتي في أول الكلمة. المقصود بماذا؟ الألف اللينة، وهي لا تأتي في أول الكلمة لأنها ساكنة. يأتي سؤال يقول لماذا الألف اللينة لا تأتي في أول الكلمة؟ لأنها ساكنة، وإنما تقع في وسط الكلمة وآخرها. تقع في وسط الكلمة مثل كتاب وعادة، وتقع في آخرها مثل عصى وإلى وعلى. وكلامنا هنا سوف يكون عن ماذا؟ سوف يكون عن الألف اللينة في آخر الكلمة. وكلامنا هنا عن الألف اللينة في آخر الكلمة، سواء كانت الكلمة اسما أو فعلا أو حرفا. سوف ندرس كيفية كتابة الألف اللينة في آخر الأسماء، وكيفية كتابة الألف اللينة في آخر الأفعال، وكيفية كتابة الألف اللينة في الحروف. نأتي أولا إلى الألف اللينة في آخر الأسماء. كيف تكتب الألف اللينة في آخر الأسماء؟ نأخذ أمثلة على ذلك. المثال الأول: يهش الراعي على غنمه بالعصا. يهش الراعي على غنمه بالعصا. كلمة العصا توجد بها ألف لينة في آخرها المكتوبة باللون الأحمر، ألف لينة. لماذا؟ لأنها ساكنة مفتوح ما قبلها. وهذا هو تعريف الألف اللينة، هي الألف الساكنة المفتوح ما قبلها. جاءت في آخر كلمة العصا ألفا. لماذا جاءت ألفا؟ لماذا جاءت ألفا؟ تكتب الألف اللينة ألفا إذا جاء ترتيبها الثالث، إذا كان جاء ترتيبها الثالث تكتب ألفا إذا كان أصلها واو، إذا كان أصلها واو. الألف اللينة إذا كان أصلها واو، إذا كان أصلها واو تكتب ألفا. متى هذا الكلام؟ عندما تكون ترتيبها الثالث، أي عندما تكون بعد ثلاث حروف. كلمة عصا بدون حرف الجر وبدون ألف التعريف، كلمة عصا لوحدها تتكون من ثلاثة حروف: العين والصاد والألف. الألف هنا جاء ترتيبها الثالث. الألف اللينة إذا جاءت في اسم في آخر اسم ثلاثي، في آخر اسم ثلاثي ننظر إلى أصلها. إن كان أصلها واو تكتب ألفا، تكتب ألفا. مثل عصا، عصا الألف فيها أصلها واو. كيف تعرفنا على أن أصلها واو؟ عندما نحولها إلى المثنى نقول عصاوان، عصاوان، إذن أصلها واو. ومثلها الربا،
كذلك أصلها واو تكتب ممدودة. عصا كتبت ممدودة لماذا ألفا؟ لأنها أصلها واو ترتيبها الثالث. إذن الألف اللينة تكتب في آخر الاسم الثلاثي ممدودة إذا كان أصلها واو، إذا كان أصلها واو. المثال الثاني، قرى الوطني العربي متشابهة. انظر إلى كلمة قرى، جاءت الألف اللينة ترتيبها الثالثي أيضا، لماذا لم تكتب ألفا مثل العصا؟ في العصا الألف اللينة ثالثة ترتيبها الثالث، كتبت ألفا. وقرى الألف اللينة هنا ترتيبها الثالث، كتبت ياء. لماذا؟ لأنها أصلها ياء. قرى مفردها قرية، وكذلك هدى من الهداية. إذن الألف اللينة إذا كان ترتيبها الثالث في الاسم، إذا كان ترتيبها الثالث ننظر إلى الأصل، إلى أصل الألف. إن كان أصل الألف واوا كتبت ألفا، وإن كان أصل الألف ياء كتبت ياء، مثل عصا وقرى. المثال الثالث، مصطفى تلميذ المجتهد. انظروا إلى الألف اللينة هنا، لا لم يكن ترتيبها الثالث، جاءت بعد ثلاثة حروف، سواء كانت رابعة أو خامسة أو سادسة. في المثالين السابقين جاءت الألف اللينة ترتيبها الثالث، ترتيبها الثالث. وقلنا عندما يكون الألف اللينة ترتيبها الثالث في الاسم ننظر إلى الأصل، ننظر إلى أصل الألف. إن كان أصل الألف واوا كتبناها ألفا ممدودة، وإن كان أصل الألف اللينة ياء كتبت ياء. أما إذا جاء ترتيبها بعد ثلاثة حروف، أي رابعة أو خامسة أو سادسة، ففي هذه الحالة تكتب ياء دون النظر إلى الأصل، دون النظر إلى الأصل، مثل كلمة مصطفى. مصطفى هنا جاءت الألف اللينة كم ترتيبها؟ بعد كم حرف؟ حرفين، ثلاثة، أربعة، ترتيبها هنا الخامس. لو أن ترتيبها الثالث علينا أن ننظر إلى أصل الألف واو أو ياء، ولكن هنا جاء ترتيبها بعد ثلاث حروف لا ننظر إلى الأصل، نكتبها ماذا؟ نكتبها ياء، نكتبها ياء، إلا في حالة واحدة إذا كانت مسبوقة بياء، مثل هذا المثال. الدنيا دار ممر وليست دار مقر. كلمة الدنيا الألف جاءت بعد ثلاثة حروف، حسب القاعدة قلنا أن الألف اللينة إذا جاءت بعد ثلاثة حروف تكتب ياء. إذن هنا لماذا لم تكتب ياء؟ لأنها مسبوقة بياء، تجنبا لاجتماع الياءات. لو كتبناها ياء لاجتمعت ياء وياء، ولكن إذا سبقت بياء كتبناها ألفا ممدودة، مثل زوايا ونوايا وتحايا ودنيا وقضايا. في هذه الكلمات كلها الألف وقعت بعد ثلاثة حروف، المفروض أنها تكتب ياء، ولكنها مسبوقة بياء كتبناها ألفا، كتبناها ألفا. إذا ننظر إلى هذا المثال، يحيى طبيب ماهر. هنا تقول الألف اللينة ترتيبها رابعة، ترتيبها الرابع، ومسبوقة بياء، ومسبوقة بياء. لماذا لم نكتبها ألفا ممدودة مثل الدنيا؟ في هذه الحالة قلنا حتى نفرق بين يحيى الاسم وبين يحيى الفعل. يحيى بمعنى يعيش تكتب ألفا ممدودة، ويحيى الاسم تكتب ياء تجنبا لاجتماع الياءات. إذن الألف اللينة في الاسم المعرب، الألف اللينة في الاسم المعرب إذا كان ترتيبها الثالث ننظر إلى الأصل، إن كان أصلها واوا كتبت ألفا ممدودة، وإن كان أصلها ياء كتبت ياء، كتبت ياء. ننظر إلى المصطفى، إذا جاءت الألف اللينة ترتيبها بعد ثلاثة حروف، ما معنى بعد ثلاثة حروف؟ أي ترتيبها رابعا أو خامسا أو سادسا. في هذه الحالة الألف اللينة لا ننظر إلى أصلها، وإنما مطلقا نكتبها ماذا؟ ياء، نكتبها ياء، مثل مصطفى ومستشفى ومشفى وملهى، كلها تكتب ياء لأن جاء ترتيبها بعد ثلاثة حروف.
إلا إذا كانت مسبوقة بياء. إذا كانت مسبوقة بياء في هذه الحالة نكتبها ممدودة حتى لا تجتمع الياءات، حتى لا تجتمع الياءات، باستثناء الاسم يحيى كتبت ياء مع أن مسبوقة بياء حتى نفرق بين الاسم والفعل. أنا أعتز بلغة العربية، أنا ضمير مبني، جميع الأسماء المبنية الألف اللينة فيها تكتب ممدودة، تكتب ألفا، مثل أنا وهنا وأنتما. إذن جميع الأسماء المبنية المنتهية بألف لينة ألفها تكتب ممدودة ما عدا أسماء معينة، وهي أولى بمعنى أولئك، وأولى بمعنى الذين، ولدى، وأن، ومتى. ما عداها كلها تكتب ممدودة. متى اسم مبني حسب القاعدة تكتب ممدودة، لا استثنيناها، تكتب ألفها ماذا؟ ياء. متى. لدى كذلك اسم مبني ألفه لينة كتبت ياء. أن كذلك اسم مبني ألفه لينة كتبت ياء. أولى أو الأولى. إذن الأسماء المبنية المنتهية بألف لينة الألف اللينة فيها تكتب ماذا؟ تكتب ألفا، تكتب ألفا باستثناء خمسة أسماء، باستثناء خمسة أسماء كتبت الألف واللينة ياء، وهي أولى بمعنى أولئك، والأولى بمعنى الذين، وأن، ولدى، ومتى. إذن الأسماء المبنية كلها المنتهية بألف لينة ألفها تكتب ماذا؟ تكتب ألفا، مثل أنا وهنا. مثال السابع، أريحة مدينة عربية. أريحة اسم أعجمي، والأسماء الأعجمية المنتهية بألف لينة ألفها تكتب ممدودة، مثل أريحة وليبيا وفرنسا وأمريكا وبريطانيا وموسيقى. هذه أسماء أعجمية عندما تنتهي بألف لينة ألفها تكتب ماذا؟ ممدودة، باستثناء خمسة أسماء. ما هي الأسماء الخمسة؟ كسرى تكتب ياء، بخارى تكتب ياء، موسى تكتب ياء، عيسى تكتب ياء، متى تكتب ياء. إذن لدينا خمسة أسماء أعجمية ألفها اللينة تكتب ياء، وهي موسى وعيسى وكسرى وبخارى ومتى. ما عداها جميع الأسماء الأعجمية التي تنتهي بألف لينة تكتب ممدودة، مثل أريحة. إذن الخلاصة، تكتب الألف اللينة ألفا في الأسماء العربية المركبة من ثلاثة أحرف إذا كان أصلها واوا. كلمة عربية تتكون من ثلاثة أحرف وآخرها ألف، إذن الألف ترتيبها ماذا؟ ترتيبها الثالث. متى تكتب ألفا؟ تكتب ألفا إذا كان أصلها واوا. تكتب الألف اللينة ألفا في الأسماء العربية المركبة من ثلاثة أحرف واوا، إذا كان أصلها واو، إذا كان أصلها واوا تكتب ألفا ممدودة. هذه في الاسم الثلاثي المكون من ثلاثة حروف، والألف اللينة تكون ترتيبها الثالث، يكون ترتيبها الثالث. وتكتب ياء، وتكتب ياء في الأسماء العربية الثلاثية إذا كان أصلها ياء. إذا اتفقنا، إذا كان الاسم ثلاثي والألف اللينة ترتيبها الثالث لا نكتبها إلا عندما نتعرف على أصلها. إن كان أصلها واوا كتبت ألفا ممدودة، وإن كان أصلها ياء كتبت ياء. هذا بالنسبة للاسم الثلاثي المكون من ثلاث حروف. وتكتب ياء في الأسماء العربية الزائدة عن ثلاثة حروف. ما معنى زائدة عن ثلاثة حروف؟ أي تتكون من أربعة أو خمسة أو ستة. وتكتب ياء في الأسماء العربية الزائدة عن ثلاثة حروف إلا إذا سبقت بياء، إلا إذا سبقت بياء فتكتب ألفا، عدا اسم العلم يحيى فتكتب ياء. لماذا؟ على أصل القاعدة، للتفريق بينه وبين الفعل يحيى في الكتابة. لو أن يحيى كتبناها ألف ممدودة
لصعب علينا التفريق بينه وبين الفعل. ولكن عندما نجد يحيى مكتوب الألف اللينة فيه ياء، نعرف أن هذا مقصود به الاسم. وإذا وجدناها مكتوبة ألف ممدودة، نعرف أن هذه كلمة مقصود بها الفعل. وتكتب الألف اللينة ألفاً في الأسماء المبنية. جميع الأسماء المبنية في اللغة العربية المنتهية بألف لينة تكتب ألفها ممدودة، إلا في خمسة أسماء. عدا خمسة أسماء هي ماذا؟ أولى بمعنى أولئك، أولى بمعنى الذين، أولى بمعنى الذين اسم موصول، هذا اسم إشارة بمعنى أولئك، أولى اسم موصول بمعنى الذين، أن كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، أنى، متى لدى. هذه أسماء مبنية، الألف اللينة فيها كتبت ماذا؟ ياء. ما عداها جميع الأسماء المبنية تكتب ألفها ماذا؟ ممدودة. خذ المثال، مثل أنا، ضمير مبني اسم، ضمير مبني اسم يكتب ألف ممدودة. هنا، أنتما. إذن الأسماء المبنية الألف اللينة تكتب فيه ممدودة ألفا، ما عدا خمسة أسماء وهي أولى بمعنى أولئك، أولى بمعنى الذين، أن، متى، لدى. وتكتب الألف اللينة ألفا في الأسماء الأعجمية عدا خمسة أسماء، هي جميع الأسماء الأعجمية ألفها اللينة تكتب ألفا ما عدا خمسة أسماء، هي موسى، عيسى، كسرى، متى، بخارى، فتكتب ياء. هذه أسماء أعجمية الألف اللينة فيها كتبت ماذا؟ ياء. ما عداها جميع الأسماء الأعجمية تكتب ماذا؟ تكتب ألفا ممدودة. إذن كيف نكتب الألف اللينة في الأسماء؟ الألف اللينة في الأسماء نكتبها على حسب نوع الاسم. إذا كان الاسم ثلاثي، إذا كان الاسم مكون من ثلاث حروف وبه ألف لينة في آخره، معنى ذلك أن الألف اللينة جاء ترتيبها الثالث. في هذه الحالة عند كتابتها ننظر إلى أصلها، إن كان أصلها واوا كتبت ألفا ممدودة، مثل عصا وربا. وإن كان أصلها ياء كتبت ياء، مثل قرى وهدى. إذا كان الألف اللينة جاءت إذا كانت الألف اللينة جاءت في اسم غير ثلاثي، أي مكون من أربعة حروف أو خمسة أو ست، معنى ذلك أن الألف اللينة جاءت إما رابعة أو خامسة أو سادسة، في هذه الحالة لا ننظر إلى أصل الألف، مباشرة نكتب الألف ياء، مثل مصطفى ومستشفى ومنتهى، إلا إذا كانت مسبوقة بياء. إذا كانت مسبوقة بياء تكتب ألف ممدودة، مثل زوايا وقضايا وتحايا ونوايا، باستثناء الاسم يحيى، اسم العالم يحيى كتبناها ياء مع أنها مسبوقة بياء، لكن كتبناها ياء حتى نفرق بينه وبين الفعل يحيى. الفعل يحيى له معنى يعيش. يعرف أصل الألف اللينة، كيف نعرف أصل الألف اللينة؟ هل هي واو أو ياء؟ يعرف أصل الألف اللينة في الأسماء إذا كان واوا أو ياء بالرجوع إلى معاجم اللغة، أي عندما نرجع إلى معجم معاجم اللغة نتعرف إلى أصل الألف، هل هي أصلها واو أو ياء. وبتثنث المفرد إذا كان أو جمعه، إذا كانت الاسم مفرد وبه ألف لينة ترتيبها الثالث ونريد أن نتعرف على أصلها، إن كان مفرد نحوله إلى مثنى أو جمع، مثل عصا. عصا فيها ألف لينة، كيف تعرفنا على أصل الألف عندما حولناها إلى مثنى؟ قلنا عصوان فعرفناها أن أصلها واو. وكذلك بإرجاع الجمع إلى المفرد، كلمة قرى، قرى جاءت بها ألف لينة، كيف عرفناها؟ كيف تعرفنا على أن أصلها ياء عندما أرجعناها إلى المفرد؟ قرى قرية، فتعرفنا على أن عرفنا أن الألف اللينة أصلها ياء. إذن يعرف أصل الألف اللينة في الأسماء إذا كان واوا أو ياء بالرجوع إلى معاجم اللغة وبتثنية المفرد أو جمعه أو بإرجاع الجمع إلى المفرد. هذا بالنسبة ما يتعلق بالألف اللينة في الأسماء. نأتي إلى الألف اللينة في آخر الأفعال. تعرفنا على كيفية كتاب الألف اللينة في آخر الأسماء
الآن بقول الله تعالى سوف نتعرف على الألف اللينة في آخر الأفعال. الأمثلة: مثال الأول، دعا التلميذ صديقه لزيارته. دعا فعل آخره ألف لينة، ترتيبها الثالث، كتبت ألفا لماذا؟ لأن أصلها واو، مثل ما تكلمنا على الاسم الثلاثي، كذلك الفعل الثلاثي إذا جاءت في فعل ثلاثي وكان أصلها واو كتبت ألفا، مثل دعا يدعو أصلها واو، ورنا يرنو، وسما يسمو. فهذه الأفعال الثلاثية إذا جاءت بها ألف لينة ترتيبها الثالث، ننظر إلى الأصل، إن كان أصلها واو كتبت ألفا ممدودة، مثل دعا، دعا أصلها واو يدعو، ورنا يرنو، وسما يسمو، وغزا يغزو، كلها تكتب ألفها ممدودة لأن أصلها واو. في المثال الثاني انظروا إلى الألف اللينة، مشى أحمد إلى المسجد، ترتيبها الثالث كتبت ياء، هنا ترتيبها الثالث كتبت ألفا، لماذا؟ لأن أصلها واو، هنا لأن أصلها ياء، مشى يمشي، وقضى يقضي، وقضى يقضي، ورمى يرمي. إذن الألف اللينة في الأفعال إذا جاء الثالثة في فعل ثلاثي ينظر إلى أصلها، إن كان أصلها واو كتبت ألفا ممدودة، وإن كان أصلها ياء كتبت ياء مثل مشى. أجرى المعلمون مسابقة منهجية، إذا كانت الألف اللينة ترتيبها فوق ثلاثة حروف بعد ثلاثة أحرف، في هذه الحالة تكتب ماذا؟ تكتب ياء، تكتب ياء، مثل أجرى، واهتدى، واستدعى، واقتدى، وأفنى، وأغرى، وأملى، كلها ألف لينة جاءت ترتيبها بعد ثلاثة حروف تكتب ياء، تكتب ياء، إلا إذا كانت مسبوقة بياء، ففي هذه الحالة تكتب ماذا؟ تكتب ألفا، مثل يحيى، يحيى الحر حياة الشرفاء، يحيى هذا فعل به ألف لينة ترتيبها بعد ثلاث حروف حسب القاعدة تكتب ماذا؟ تكتب ياء، ولكن كتبناها ألفا لماذا؟ لأنها مسبوقة بياء، لأنها مسبوقة بياء حتى لا تجتمع الياءات. إذن الألف اللينة في آخر الفعل إذا كان ترتيبها الثالث ينظر إلى الأصل، إن كان أصلها واو كتبت ألفا ممدودة، وإن كان أصلها ياء كتبت ياء. السائل يسأل كيف نتعرف على أصل الألف في الفعل؟ بالرجوع إلى معاجم اللغة أو بإسناده إلى ضمير متحرك، نقول دعا دعوت، ومشى مشيت، أو بتحويل الماضي إلى مضارع، دعا يدعو ومشى يمشي، أو بالإتيان إلى المصدر مثل فعل سعى، سعى عندما نحوله إلى مضارع لا تتبين لي أصل، فنقول سعى يسعى، لكن عندما نأتي بالمصدر السعي إذا أصلها ياء. أو إذا كان ترتيبها فوق ثلاث حروف في هذه الحالة الألف اللينة تكتب ياء دون النظر إلى أصلها، إلا في حالة واحدة إذا كانت مسبوقة بياء فتكتب ألفا ممدودة تجنبا لاجتماع الياءات. الخلاصة: تكتب الألف اللينة في آخر الفعل الثلاثي ألفا إذا كان أصلها واو، وتكتب ياء إذا كان أصلها ياء، هذا بالنسبة إذا كان ترتيبها الثالث. تكتب الألف اللينة في آخر الفعل غير الثلاثي رباعي أو خماسي أو سداسي ياء إذا لم تسبق بياء، إذا لم تسبق بياء، فإذا سبقت بياء كتبت ألفا مثل يحيى. يعرف أصل الألف اللينة في الفعل إذا كان واوا أو ياء بالرجوع إلى معاجم اللغة وبتحويل الفعل إلى المضارع واشتقاق المصدر وبالإسناد إلى ضمير متحرك كما تكلمنا في السابق. هناك فعل ثلاثي آخره ألف لينة نريد أن نتعرف على أصلها، نحول فعل ماضي إلى مضارع
أو نسند الفعل الماضي إلى ضمير متحرك، أو نأتي بالمصدر، أو نأتي بالمصدر. في آخر الحروف درسنا الألف اللينة في آخر الأسماء والألف اللينة في آخر الأفعال، نأتي إلى الألف اللينة في آخر الحروف. نأخذ أمثلة على ذلك. مثال الأول: حضر الطلبة إلا طالبا. حضر الطلبة إلا طالبا، في هذا المثال هناك حرف وهو حرف الاستثناء إلا. كتبت ألفه لينة ماذا؟ ألفا. مثال الثاني: لولا العلم لعم الجهل. في هذه الجملة حرف الشرط غير جازم لولا، كتبت ألفه ألفا. المثال الثالث: يا طالب العلم لا تتكاسل، حرف نداء الياء، كتبت ألفه ألفا. ألف اللينة كتبت ألفا. إذن الألف اللينة في آخر الحروف دائما تكتب ألفا ممدودة، لا تكتب ياء يعني إلا في أربعة حروف فقط. أربعة حروف كتبها العرب ياء، وهي على، حرف جر على، وبلى، وإلى. إذا لدينا إلى وبلى وعلى وحتى، أربع حروف الألف اللينة فيها تكتب ياء: بلى، حتى، إلى، على. ما عداها جميع الحروف تكتب الألف اللينة فيها ممدودة، تكتب ألفا ممدودة ألفا، مثل ياء، لولا، إلا. إذن الألف اللينة في آخر الحروف تكتب ألفا، تكتب ألفا باستثناء أربعة حروف، وهي إلى، حتى، بلى، على. خلصت الألف اللينة في الحروف، تكتب الألف اللينة في آخر الحروف ألفا، مثل إلا، ألا، أما، أيا، هلا. ما عدا أربعة أحرف هي إلى، بلى، حتى، على، فألفها ترسم ياء فقط. إلى، بلى، حتى، على. ننظر إلى الألف اللينة فيها كتبت ماذا؟ كتبت ياء. ما عداها أي حرف ينتهي بألف لينة يجب أن تكتب ألفا ممدودة باستثناء هذه الحروف، باستثناء هذه الحروف. إذا بذلك نكون قد درسنا الألف اللينة في آخر الأسماء والأفعال والحروف، وتعرفنا على كيفية كتابتها إما ألفا ممدودة أو ياء أو ياء. نأتي إلى التدريبات. التدريب: صحح ما في الجمل التالية من أخطاء إملائية. جمل مكتوبة بأخطاء إملائية، المطلوب تصحيحها. من طلب العلا سهر الليالي، من طلب العلا سهر الليالي. الجملة الثانية: نجا السباح من الغرق، نجا السباح من الغرق. الجملة الثالثة: بشرى تلميذة مجتهدة، بشرى تلميذة مجتهدة. الجملة الرابعة: صح الفلاح مبكرا، صح الفلاح مبكرا، صح الفلاح مبكرا. هذه الجمل بها أخطاء إملائية، المطلوب تصحيحها. نأتي إلى الجملة الأولى: من طلب العلا سهر الليالي، من طلب العلا سهر الليالي. كلمة علا، كلمة علا بها ألف لينة كتبت ياء، هل هذه كتابة صحيحة أم لا؟ ننظر إلى ترتيب الألف اللينة. كلمة علا الألف اللينة جاءت ماذا؟ جاء ترتيبها الثالث. وإذا جاءت الألف اللينة ترتيبها الثالث في الاسم أو الفعل، ننظر إلى الأصل. إن كان أصلها واو، إن كان أصلها واوا كتبت ألفا ممدودة، وإن كان أصلها ياء كتبت ياء. ننظر إلى هذه الألف اللينة، إن كان أصلها ياء فالكتابة صحيحة، وإن كان أصلها واو فعلينا نكتبها ألفا ممدودة. علا الألف اللينة فيها أصلها واو، لأنها علا من العلو، أصلها واو. إذن الصحيح أن تكتب هذه الألف ماذا؟ أن تكتب ألف لينة ألفا ممدودة هكذا: من طلب العلا سهر الليالي، تكتب ممدودة وليست ياء.
تكتب ألفا وليست ياء. لماذا؟ لأنها أصلها واو، لأنها أصلها واو. المثال الثاني أو الجملة الثانية: نجا السباح من الغرق. نجا السباح من الغرق. نجا، الفعل نجا ينتهي بألف لينة، ترتيبها الثالث، أصلها واو أو ياء. إن كان أصلها ياء فالكتابة صحيحة، وإن كان أصلها واو، وإن كان أصلها واوا فعلينا أن نكتبها ماذا؟ ألفا. نجا من ينجو، نجا ينجو، فأصلها واو، فعلينا أن نكتبها ماذا؟ ألفا وليست ياء. فالكتابة الصحيحة تكون ماذا؟ نجا، ألف ممدودة، نجا السباح من الغرق. نجا السباح من الغرق. بشرى تلميذة مجتهدة. بشرى اسم ينتهي بألف لينة جاءت رابعة، أي جاءت بعد ثلاثة حروف ترتيبها الرابع، والألف اللينة إذا كان ترتيبها بعد ثلاثة حروف في هذه الحالة تكتب ماذا؟ تكتب ياء، إلا إذا كانت مسبوقة بياء تكتب ألف ممدودة، هنا ترتيبها الرابع، وغير مسبوقة بياء إذا علينا نكتبها ماذا؟ الصحيح نكتبها ياء وليست ألفا ممدودة، فتكون الكتابة الصحيحة ماذا؟ بشرى. بشرى تلميذة مجتهدة. بشرى تلميذة مجتهدة. الجملة الأخيرة: صح الفلاح مبكرا. صح الفلاح مبكرا. صح فعل ثلاثي ينتهي بألف لينة ترتيبها الثالث، تكتب ياء متى؟ عندما يكون أصلها ياء، عندما يكون أصلها ياء، وتكتب ألفا ممدودة إذا كان أصلها واو. صح يصحو، صح يصحو، أصلها واو، إذن لا تكتب ياء وإنما تكتب ماذا؟ ألفا ممدودة هكذا. صح الفلاح مبكرا. صح الفلاح مبكرا. وهذه هي الكتابة الصحيحة لهذه الكلمات. أبنائي الطلبة، بهذا القدر نكون قد وصلنا إلى ختام سلسلة الشرح الميسر لدروس النحو والإملاء للصف الثامن. في الختام أتمنى لكم التوفيق والنجاح، وأتمنى أن تكون المعلومة قد وصلت إليكم بكل يسر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.